شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. مبسوط؟ أوه. لا 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 بلاش بلاش الريحة. جميلة أوي. جماعة بسرعة. لمي حاجتك يلا خلصي. يلا ادخلي يا عائشة. يلا حاولي تدخلي على اوضتك. وانا بقول المزيكا دي جايه منين؟ ده ايه المزاج العالي ده؟ هو الواحد بيريح دماغه من تعب الشغل. الله يكون في عونك يا حبيبي. ما شفتش البت ليلى؟ لا معرفش يا حبيبتي، انا جيت من بره على هنا على طول. هي هادية كده ملهاش ولا حس ولا خبر، غلبانة قوي بصراحة. معرفش يمكن تكون نايمة ولا لسه ما جاتش من بره. بس غريبة يعني بصراحة اتأخرت قوي، أنا قلقت عليها شخصيا. معلش يا حبيبتي يعني يمكن تكون قعدت مع المحامي والقعدة طولت. يمكن. والشاطر حسن كان بيحب الأميرة والأميرة كانت غنية قوي، بس من فلوس باباها مش فلوسها هي. بس الشاطر حسن كان طيب وشاطر. غريبة قوي دي، ما حسيتش بيه خالص. لا ما هو هشام جواني كده. جواني؟ ايه يا بنتي الفاظك دي، انت اتغيرتي قوي على فكرة. انا قصدي يعني كتون في نفسه. وبعدين هو ما بيتكلمش كتير بس ساعات بيهزر، بس اليومين دول متغير. متغير ازاي يعني؟ طول الوقت عمال يعلق على تخنه ومش عاجبه ان انا ما بخرجش طول الوقت قاعده في البيت. وطبعا مش عاجبه موضوع النقاب ده. مش عاجبه؟ مش عاجبه ازاي يعني؟ هو نسي ان انت سبتي نجوميتك وسبتي شغلك وسبتي كل حاجه عشان خاطره؟ متضايق قوي حضرته من شويه تخن؟ يعني انا بقول كده برضه. والله باين ان كل الرجاله وسخه زي بعض. لا هو هشام مش وسخ، لا هو مش كده خالص. دلوقتي بقى مش كده؟ عموما انت كده كده قمر اصلا. تخنتي ما تخنتيش قمر زي ما انت. وبعدين هو حد يطول ان هو يقرب من ربنا؟ طب يا ريت ان انا اعرف اتحجب ولا اتنقب زيك، يا ريت. ما انا برضو بقول دي حاجه كويسه يعني. طبعا كويسه. وبعدين بقى لو في حد لازم يتغير يبقى هو اللي يروح يتغير مش انت. هو نسي ان انت السبب في كل العز والهنا اللي هو فيه ده؟ بقول لك ايه؟ هو صحيح اخوك رامي مش غيران خالص من هشام واللي هو فيه ده، ولا متنح عادي زي ما هو؟ انا رايح اشتغل شويه.
اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ مفيش يا ماما، مش جاي لي نوم وعندي شويه شغل لازم اخلصه. اعمل لك شاي؟ لا شكرا. في حاجه؟ صباح الخير يا طنط، ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ انت اللي ايه مصحيكي بدري كده؟ ولابسه على سنكه 10 ورايحه فين؟ عادي، هروح لماما وبعد كده هطلع المستشفى. مش هتشربي الشاي؟ هشربه عندها. ادويتك تاني. ماما انت بتعملي ايه عندك؟ انت ازاي تفتشي في حاجتي بالشكل ده؟ ايه يا ابني كل ادويه الاكتئاب دي؟ مالك؟ وبعدين ما بتحكيليش ليه؟ والله يا ماما دي حاجه خاصه بيا وانا ما اسمحلكيش تفتشي في حاجتي بالشكل ده. صباح الخير، عاملة ايه النهاردة؟ طب الحمد لله. ممكن تديني قبل عشان تليفونها مقفول؟ ما جاتش؟ لا تلاقيها في المستشفى. لا متشكرة، أنا في طريق المستشفى. مع السلامة يا حبيبتي. يا بنت الكلب. الو؟ ايوه يا كوثر يا حبيبتي. يا طنط اعتمادي اللي حضرتك بتطلبيه ده مستحيل ومش قانوني. مستحيل ومش قانوني ده كلام تقوليه للعملاء بتوعك، انما انا المرحومه امك كانت اكتر من اختي وانا اللي شداكي. حضرتك مصره تكسفيني، بس انا لو حد عندي عرف ان انا سربت بيانات عميل وحتى ما بلغوش عني النيابه هيرفضوني. وهو مين هيعرف؟ وهيعرف ازاي؟ وهو انا طالبه منك ايه يا بنتي؟ انا طالبه منك النمر الصدره والنمر الورده كمان وشوية رسائل. واه كمان، انت هتعملها لي جميلة؟ واقول لك جميلة وانا هردها لك. طيب بصي، انا هديكي الصادر بس، وموضوع الرسائل ده تنسيه تماما. هاتي بقى رقم العميل واسمه عشان الحق. انا محضراه. دايما جاهزة. اتفضلي. ماشي. الصادر والوارد. لا الصادر بس. طب قومي شوفي شغلك. ماشي، تردينا بالطريقة كالعادة. باي. باي. الو؟ ايوه يا جميله بنت حلال، كويس انك طلبتيني، عايزك تعدي عليا بالليل. اه ما تتاخريش. مع السلامه.
الكلام اللي انت بتقوليه ده كبير قوي يا ماما. انا الفار لعب في عبي. الفار يلعب في عبك زي ما هو عايز. انت ما اتعلمتيش من المره اللي فاتت؟ المره اللي فاتت انا كنت واقفه معاها ضد ابني، المره دي هو نايم على ودان وانا اللي شك. ما تسيب الناس في حالها. ناس مين ده ابني؟ عامله من عيله محترمه وما تعملش كده. وبعدين سيبك من السيره دي. ليلى بقى بتعمل حته مكرونه نجرسكو ما حصلتش. عمها فظيعه والله. وانت بتعمل كل حاجه بنفسك في المستشفى؟ والله ما عملتش كل حاجه، الدنيا هتبوظ. ليه يعني مش مشغل تحت ايدك ناس؟ لا في طب بس. ايه ده؟ مين ده يجي دلوقتي؟ ممكن تكون جميلة؟ لا لا مش جميلة. اه يا فندم مؤمن. هي فين؟ هي مين دي؟ استنى، هي رايحة فين؟ كلها زيادة. انت بتتكلم عن مين يا جدع انت؟ عن ليلى يا قلب ليلى. طب بتخرب تقول ايه؟ بقول لك ايه؟ اقسم بالله لو ما جت دلوقتي حالا اكون عامل لكم فضيحه في العماره دي. مش انت الدكتور هشام بتاع التلفزيون برضو؟ انت ايه اللي جابك هنا يا مجنون انت؟ ايه اللي اتعملت في مخك؟ ده اللي سجنتيني وسبتيني عشان ذوقك وحش قوي. انت هبل، انت مجنون يا زباله، انت ده جوز صاحبتي. وكمان صاحبتك دي حاجه حلوه خالص. يا بني ادم ده في العماره. ما دام ليلى ضيفه عندنا هنا ودي الشقه بتاعتي، شقه الزوجيه، مش زي الشقه اللي انت تعرفها. اقسم بالله لو مشيت من هنا دلوقتي هطلع البوليس. وهي المدام فين يا دكتور؟ وانت من عقلك؟ انا مش هسكت على الموضوع ده. اقسم بالله يا حبيبتي. مش عارفه اقول لك ايه، انا اسف. انا هجسلك في الاوتيل خلاص، هتلاقي ديبوزيت لمده اسبوع لغايه لما نشوف هنعمل ايه. مرسي قوي يا هشام على اللي انت عملته معايا ده كله، واسفه قوي ان انا ورطتك في حياتي بالشكل ده. اللي انت بتقوليه ده انت مش عارفه انت بتقولي ايه بالنسبه لي. انت اللي مش عارف انت ايه بالنسبه لي. انت عارف انا بحبك قد ايه؟ انت عارف ان انت اغلى حاجه في حياتي. انت حب العمر كله. انا لازم امشي. ليه؟ قبل جميله ما تيجي كده احسن. طيب حبيبتي انت متأكدة مش عايزاني اوصلك؟ لا يا حبيبي مرسي، انا عربيتي معايا تحت. خدي بالك من نفسك. ليلى البيت ده مش هيبقى له طعم من غيرك. انا بجد مش مصدقه يا هشام، دي خدت كل هدومها ما سابتش ولا حاجه. مش معقوله كده يا عائشه. طنط ليلى كانت جايه ضيفه وخلاص مشيت. ايوه بس انا كنت بحبها، كانت بتحكي لي حكايات حلوه وتلعب معايا وتسلي. ما هي ماما عندك ايه يا حبيبتي؟ تحكي لك وتلعب معاكي. ماما ما عندها غير ذكري ذكري ذكري. يوه بالراحه يا هشام على البنت، مش كده. انا بصراحه كمان قلقانه عليها. هيكون جرى لها ايه يعني؟ دي واخده هدومها كلها. ما هي دي المشكلة، ان هي خدت هدومها كلها ولا بعتت رسالة ولا عارفين هي راحت فين. يا حبيبتي خلاص هي حرة، احنا عملنا اللي علينا وخلاص نرجع لحياتنا بقى. انا خايفة لو يكون طليقها عمل فيها حاجة. يا حبيبتي مسابين بعض من 7 سنين، ايه اللي فكروا بيها يعني؟ يمكن حب ينتقم منها مثلا. ما خلاص بقى يا جميلة، هنفضل طول حياتنا نتكلم عنهم. طب خلاص انت متعصب ليه؟ مفيش يا حبيبتي، بس خلاص بقى. قولي لي طيب ماما كانت عايزاكي في ايه؟ لا مفيش، كنا وحشينها انا وعيشة بس مش اكتر يعني. هشام انا كنت عايز اسالك حاجه يعني بس ما تفهميش غلط. هي لطيفه اللي كانت مرات خالك دي، هي بتراجع حسابات المستشفى ولا؟ كفايه اخوكي بيراجع كل حاجه. انت عارف انا بحبك ليه؟
ودي عايزة سؤال برضو عشان أنا اتحب. بص بقى، أنا ما عنديش ولاد وما عنديش إخوات، والراجل اللي حبيته مات، فأنت بقى خليط من كل دول. أنا كومبو يعني؟ نبطل هزار شوية وتركز معايا. هشام مش سهل، لازم ناخد بالنا منه. المستشفى لسه فاتحة بكرة تتشهر، وهو هيعض الإيد اللي اتمدت له اللي هي أنا. طب ما أنا هناك عشان كده، أمال هناك بعمل إيه؟ أنت بالنسبة له يا دوبك سمسار زباين، تلعب على دي تتحنجل على ده، تجيب رجل صابون يعني. أنت برضه لو تسيبيني عليه شوية. أنت مش كده. يعني إيه؟ هتخبطي ولا إيه؟ لا مش هخبط، بس أنت عشان تنجح لازم تعرف قدراتك. مالها قدراتي بقى؟ هنغلط؟ عايز تفهم ولا مش عايز تفهم؟ عايز أفهم طبعا. أنا وأنت هنفتح شركة سوا. عمك مخلوف يا حمار، ابعت لي علبتين سجاير وجبنه وزيتون. يعني ايه حساب قديم؟ ما يتحرق القديم على الجديد. صاحب المحل قال لك كده؟ طب ملعون ابوك لابوه. ولاد الكلب بقى مخلوف اتزل على علبتين سجاير. بن ده ولا بينك حتى الصدى معاه؟ أسهتر. طب وحياة أمك لأشرابك حتى لو كنت طين. تعالى تعالى. يا ساتر عالزول. حبيبة قلب بابا، ازيك يا جبانة؟ برضو كده وحشتيني. وانت عاملة ايه انت وعائشة زي ما بتناديها؟ طيب كويس. وجوزك اتعدل؟ ربنا يهديكم. انا كنت لا ابدا، كنت بطمن عليكم. امشي بقى عشان عايز اخش انام. حضرتك ممكن تنزل؟ انزل ليه؟ مش فاهم، قاعد مع مراتي. مراتك؟ طب اقدر اشوف اسامي الجواز يا فندم؟ ليه الناس دلوقتي بتمشي باسامي الجواز؟ لا حضرتك دي تعليمات من وزاره السياحه. روح يا ابني، ده اللي مشغلك يا ابني. استنى بس يا دكتور، معلش سوري، هو الدكتور اصلا كان ماشي دلوقتي، عنده عمليه ومش فاضي. اوكي تمام، اتفضل. دي صوره قبل وده ان شاء الله بعد العمليه. انت اصلا زي القمر وهتبقي احلى كمان.
هوصيك يا دكتور. توصيني على ايه بس؟ انا مش عايز اقول لك ان مصر كلها مشتاقه تشوفك على الشاشه. وانا وعبد الله اولهم على فكره. ان شاء الله، قولي يا رب. لا ان شاء الله. دكتور علي هو دكتور التخدير، هياخد منك كام سؤال كده ويقيس حاجات روتينيه، وانا هستناكي في العمليات. ماشي، اتفضل. بابا بابا يا حاج. يا نهار اسود، انت لسه نايم لحد دلوقتي؟ بابا 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 اصحى يا بابا اصحى. اهلا 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 يا حبيبي. الصباح الوردي ده. الصباح الوردي، احنا بقينا الظهر اساسا. وردي وخلاص. طب فوق كده عقبال ما اروح اعمل لك كوبايه قهوه. مفيش بن. اخس عليك يا بابا، اخس عليك بجد. طب عقبال ما تاخد دش كده هروح اجيب لك حاجات من السوبر ماركت واجيب لك القهوه. خليك معايا، اطلبي بالتليفون. فوق انت بس، مالكش دعوه. طب سعادتك هتستفيدي من صورتها؟ يا ابني اتعلم. النوع ده من العمليات لازم يتم في سريه تامه. علشان كده النجوم بتوعنا بيسافروا بره يعملوا العمليات دي ويرجعوا نافخين وشادين ويحسوا ان هم اتولدوا من اول وجديد. لما السريه بقى ما تبقاش موجوده، المواقع بتنشر والميديا بتتكلم والفضيحه بتبقى بجلاجل للمستشفى ومحدش يروح لهم تاني، ويبتدي بقى يشوفوا التحقيقات والمخالفات اللي جوه المستشفى. وانا وصيت اصحابي انهم يتابعوا التحقيقات دي علشان ان شاء الله المستشفى تتقفل. مش كفايه بقى يا بابا؟ كفايه يعني؟ كفايه مزيكا وسهر، لازم تاخد بالك من صحتك. وبعدين انا مش فاهمه انت ليه مش عايز تيجي تقعد معايا في البيت؟ انا هاخد بالي منك كويس. حاجتين، لو بعدت عنهم هموت على طول. مبتشر عليك. النيل والمزيكا. يعني الواحد في آخر أيامه، يعني مبتشر عليك طبعاً، بيفكر في آخرته. بفكر فيها والله ومرتاح لها، بس كمان الدنيا قدامي بحبها وبتحبني. يا بابا مرتاح لها إزاي بس؟ أنت كده يعني؟ ماله كده؟ إيه يعني شوية فلس ولا قلة رزق ولا الدنيا تعاندني؟ ما هي ما ادتني. وانا يعني لازم اكون طماع واخد كل حاجه ومش بلاش حاجه يا بابا. عيون بابا. والله العظيم مش عارفه اقول لك ايه. قولي لي العب مزيكا وغني عشان احب الحياه. ربنا ما يحرمني من مزاجك الحلو ده. عارف يا بابا، لو تاني مره ما كلمتنيش وانت محتاج حاجه مش حاجه ازورك تاني. رايحه فين؟ راح اجيب عائشه من المدرسه. برضو عائشه؟ اسكت، مش ابوها بيقولها شوشو. بابا ده بقى ملحق. صحيح ما قلتليش اخبار عزيزة سلطان ايه؟
الست كبيرة والأنسجة محتاجة وقت عشان تلم. أنا حاطط أمل كبيرة والعملية دي لو نجحت إن شاء الله. لا العملية هتنجح إن شاء الله، بس أنا ملاحظة اليومين دول أنت بتتأخر كتير قوي في المستشفى يا هشام. عادي يا حبيبتي، ما أنت عارفة شغلي في المستشفى عامل إزاي. يعني ما كنتش عايزاها بصراحة تاخدك مننا. أنت عارفة إن مفيش حاجة ممكن تاخدني منك. ألو يا دكتور عبد الله. فين؟ مين نزلها اصلا؟ طب انا جاي حالا. في ايه يا هشام؟ عزيز سلطان نزلوا لها صوره على السوشيال ميديا وهي بلبس العمليات. يبقى اكيد اللي نزل الصوره ده على فكره ده حد من عندكم في المستشفى. اكيد. طب ابقى طمني. طيب اتفضلي يا ستي. كده بقى انا جبت لك كل المجموعه اللي مشتركه في خطوط البزنس باسم هشام فتحي عبد العزيز. ما هشام ده يبقى جوز جميله صاحب المستشفى وكل النمر دي باسمه. طيب تأمريني بحاجة تانية؟ لا يا ستي متشكرة قوي. مش مضطرة امشي بقى عشان انا سايبة الشغل. تمام. باي باي. مع السلامة. ايوه كوثر، اخر خدمه. في نمره هبعتها لك في رساله، عايزاكي تقولي لي مين صاحبها. ايوه يا كوثر. ايوه طن. النمره طلعت باسم ليلى محمود النوري. نمره مين؟ ليلى محمود النوري. مين؟ ليلى محمود النوري. في ناس في الغرف محتاج عندهم شويه مشاكل، ببص عليهم. اوكي دكتور محسن، اخبارك ايه؟ امتى دلوقتي؟ ساعتين كده؟ طيب طيب. مصيبه. في ايه؟ لجنه موسعه من وزاره الصحه جايه تعين الجزء المخالف. كلمي دكتور هشام حالا ونقلي كل العينين اللي في الجزء ده للاوضه الثانيه خالص. عايز الجزء ده فاضي ما فيهوش اي حاجه. ده خطر. هيقفل المستشفى يا دكتوره، كلامي يتنفذ بسرعه. اتفضلي. ايه يا ماما؟ لا يا حبيبتي، هشام نزل من بدري راح المستشفى. اه يا نهار اسود. لا انت كده قلقتيني، انا خايفه لا يكون حصل له حاجه. زوجتك نفسي بنفسي. زوجتك نفسي بنفسي. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. قبلت زواجي منك على سنة الله ورسوله. مبروك، ألف مبروك. الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كل من خيري.